قال المناضل الأكتوبري علي أحمد عمر إن رحيل الاحتلال البريطاني من عدن مثل يوما فارقا من تاريخ النضال اليمني، وأشار في تصريح خاص للمهرية إلى أن مناطق الجنوب شهدت احتفالات واسعة مع رحيل آخر جندي بريطاني من عدن. عدن يوم الاستقلال يعني كانت فرحة العمر في الوقت هذاك، يعني كان خرجوا الأمة رجال ونساء للاحتفالات في كل منطقة، خرجوا يعني مثلا هنا في البريقة تجمع، في عدن تجمع، التجمع الرئيسي في خور مكسر استوى يعني، وجو من المحافظات وجو من، لأن كانت الإنجليز أعلن وعاد على الاستقلال، وعاد الجيش في عدن حق الإنجليز، هذا جيش. بعدين أبطوا في عدن حتى بداية شهر عشرة، بداية شهر عشرة يعني بدأوا ينسحبون. استوى أول مؤتمر واحتفال في زنجبار، رحلوا الإنجليز واستوت الاحتفالات، وكان أسعد يوم أنا بقول لك صراحة في حياتنا، تمام، أسعد يوم، وكانوا الناس أصحاب الجبهة القومية هكذا.